مرة مثلنا تاني مرة فصلنا. أنا كل ما يعني أسمعها ببقى سعيدة جدا. طبعا أستاذة شريهان نسمع يعني صوتها لازم نتبسط لما نسمع صوتها. حاجة جميلة. ربنا يديها الصحة. أخبارك إيه؟ عامل إيه؟ حلوة الملابس دي. ملابس جيو أنا اللي عاملاها. إيه؟ أنتِ مفصلة؟ كان عندي هذا القماش في البيت ما أعرفش إيه نوعه الحقيقة. وبعدين عملته بنفس القصة بتاعة الجرجار النوبي. الجرجار. حلو. بس فوتلبس تحتيه بقى اي فستان بيزك لونه ساده البسه فساتين. فساتين جميله مالها الفساتين. بالعكس وعلى فكره في الحر ده ما حدش قادر. يعني بجد الجو مش طبيعي فالفساتين سهله ومريحه وسلسه كده جميله. سلسه يعني هي سلسه هي سلسه بس انا يعني بقولها كده عشان بتريق يعني بهزر. دعابة فكاهة. هنتكلم على ايه النهارده؟ بص بقى انا هحكي لك عشان انت يا استاذ شريف غالي عليا فلازم اقول لك. بص بقى الموضوع ايه؟ انا عندي ناس في الشغل انت عارف طبعا حبايب الكتاكيت الجداد اللي طالعين. كان عندنا ايفنت كبير وبتاع وحاجات كده وبنرتب له مش عارف ايه. فالمهم البنوته اللي بتشتغل معايا الصغننه بتكلم الكلاينت فبتشرح لها السيت اب وشكل الديكوريشن والبتاع مش عارف. فقال لك بقى ايه وهنعمل مش عارفه ايه هنا. عايزه تقول على الزير ها؟ قالت لها البيج اولا. فانا طبعا وقفت عند بيج اولا. قالت لها البيج اولا؟ قالت لا يعني هو الكلام ثلاث ارباعه بيبقى انجلش مبدئيا. مش عارف ليه. فاحنا في وسط الكلام هي بتشرح فعايز تقول لها يعني الزير بس هي ما تعرفش اصلا يعني ايه زير. يعني بعدها بقول لها حبيبتي ده اسمه زير. قالت لي ده ايه ده انا ما سمعتش عنه قبل كده. نهار اسود. قلت لها انت ما سمعتيش عن زير اصلا خالص؟ قالت لي لا مش دي اولا ودي بيج اولا. قلت لها لا اتس نوت ا بيج اولا. فانا النهارده قررت ان احنا نتكلم على البيج اولا على الزير عشان لقيت ان احنا ايه رايحين في حته تانية. يا فضحتي. وبعدين كان في كذا واحده كان في بقى ايه كذا واحده بنات قاعدين بقى حوالينا من البنات الصغيرين اللي معايا 24 25 كلهم فقالوا لي ايوه هي مش اسمها بيج اولا. قلت لهم اتس نوت ا بيج اولا. لا دي اول هم بيتكلموا كده بجد. يس ايوه دولت اللي بيقولوا على الطعميه جرين برجر. هم عادي هم بس في حاجات كتير يعني بيقولوها احنا في حته تانية. فقعدت كده ادور على حد كبير اتكلم معاه في القعده فلقيت واحده منهم مثلا كبيره شويه فقالت لي انا اسمع عن الزير. قلت لها الحمد لله في واحده طلعت بتسمع ما شافتوش حتى. فقعدت بقى اشرح لهم هو ايه الزير ده وشكله عامل ازاي يعني. فكان كان حدث يعني عشان احنا هنجيب ثم عندهم حق على فكره البيج اولا. انتوا كويس ما عارفين الاولا. اخر حاجه سمعوا عنها كانت القله وشويه ومش هتسمع انها قله خلاص. يعني ما افتكرش برضه فهموا بالنسبه لهم اتس بيج قله. انت عارفه انا عندي في البيت جايب بيج قله عندك بيج لا 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 عندي لا عندي مشربيات زي اللي ورايا دولت بس الاصلي بقى كبار بالشبابيك بتاعتهم وفي مكان كده وفي خروم حتت بتحط فيها القله عشان احكي لك بقى. قولي. بصوا بقى يا جماعه عشان نستهدى بالله كده كلنا ونعرف يعني ايه الزير هو اتس نوت ا بيج اولا او يعني الزير هو قائم بذاته. طبعا انا لو يعني مش انت متخيله انا لو حد من العيال دول قال كده قدامي هيحصل فيه ايه صح؟ لا 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 انت محتاج تقعد معانا في المناقشات كمان في الشغل. لا لا في حته ثانيه. لا ممكن اقعد اضربهم مش هزار. لا وانت عارفاني انا لما بتجنن بتقتل. لا يعني اتس ا بيج اولا. الزير يا جماعه يا اخوانا في حاجه اسمها زير. ايه هو الزير؟ الزير ده موجود عندنا في تراثنا وموجود عندنا في تاريخنا من ايام قدماء المصريين. ليه؟ عشان الزير ده من الحاجات اللي بتتعمل من الفخار. والفخار معروف انه حتى لما بيلاقوا اي مقبره فرعونيه او حاجه من العلامات ان هم يلاقوا فيها فخار قطع من الفخار. خلاص؟ طيب الفخار ده مرتبط عندنا من ايام قدماء المصريين ليه؟ علشان احنا بنعمله من طمي نهر النيل. احنا كنا دايما مرتبطين ان احنا حياتنا جنب نهر النيل فاحنا بنزرع بنعمل كل حاجاتنا مرتبطه بالنيل حتى حياتنا وتراثنا بدايتهم وارتباطهم بشكل اساسي كان بنهر النيل. جميل كده؟ طيب الزير ملوش شكل واحد وهنشوف الصور
بس الزير هيبقى صور. لا ده الموضوع طلع كبير. بص انا قريت، ما انا قعدت ادور على البيج اول عشان انا حسيت ان بنضيع، حياتنا بتضيع. فلقيت في مقاله عظيمه جدا شارك فيها الاستاذ اسامه غزالي، وبعدت اتكلمت معاه واخدت منه بيانات ومعلومات جميله ودقيقه جدا عن القلة وعن التراث بتاعها اللي موجوده عندنا. طيب زي ما قلت لكم كده، القلة دي هي بتتعمل من الطمي بتاع نهر النيل من الفخار، وكانوا الستات دايما في الصعيد او في الريف بيبقى عندهم الزير ده، علشان ده كان ده مش في الريف بس، ده في كله يعني، بس هو دلوقتي لسه موجود في الريف وفي الصعيد. ولو كان في القاهره على فكره، ايوه كان في كان في كل حته جماعه، كان هو ده، عارفين ده الثلاجه والديب فريزر يعني. هم دول هو الزير ده بجد، لان هم بيستخدموه عشان يسقعوا المايه. فكان الزير ده ست البيت كانت بتملى المايه بتاعته من بالليل، بتسيبه لحد الصبح المايه بتبقى ساقعه، فانت بتشرب منها على مدار اليوم. لما اخ استني بقى ما رجعش، بيبقى في معزير لسه هحكي له. كوز عارفه حبيبتي وهي كوز اللي هو بسك الكوز ده، وساعات كنا بنستحمى بيه زمان قبل الدش قبل الشاور. لا انا ابتديت اتعصب. لا انا مش عايزاك تتعصب، لان احنا لسه بدري يجرى لك حاجه في ايدي مش كده. الكوز ده يا جماعه عشان برضو في حد سالني ايه هو كوز. كنت متخيل والله كنت متخيل. الكوز ده يا جماعه زي كوبايه بس كبيره، وبتبقى بقى معموله من الفخار من الالومنيوم على حسب بقى. لا الالومنيوم بتجنزر. بس على حسب يعني، على حسب بقى ايه العصر اللي كانت موجوده فيه. بس هي كوبايه بتتحط على الزير اللي بيبقى متغطي، وهقول لكم بقى عملوا فيه حاجات وحركات وحاجات كده. المهم ان الزير ده احنا عندنا ست انواع من الزير موجودين في مصر، مرتبطين باماكن مختلفه يعني، بكل محافظة من المحافظات في عندنا ألوان من الزير. يعني الزير ملوش شكل واحد، الزير في منه لونه مثلا بني غامق، في منه الأحمر القاتم، في منه الأبيض، على حسب المحافظات المختلفة والشكل بتاع الزير، شكله بحجمه بلونه بيختلف من مكان لمكان تاني ومن محافظة لمحافظة تانية. الزير ده كان جزء أساسي في تجهيزات الجواز، يعني لما نيجي نتجوز من ضمن الحاجات اللي نجيبها للبيت ان احنا يبقى فيه زير، عشان الزير ده زي ما قلنا هو التلاجة، هو الديب فريزر، هو اللي هيسقع المية. والست بتتعرف من نظافة الزير بتاعها، لازم الزير ده بيتغسل بيتملي مية. وكان في بعض الناس بيستخدموا النوى بتاع المشمش بيتحط في الزير، عشان النوى ده بيجمع كل الرواسب او اي حاجة بتلزق فيه، فبينقي المايه، فلتر طبيعي. حاجه كده ايه؟ شي خيال يا ناس. خلاص؟ الزير كان بيبقى موجود تحتيه، بيتعمل تحتيه، يا اما بيعملوا طبق من الفخار، يا اما بيعملوا طبق من النحاس، يا اما طبق حزيز. من ايا كان بقى من الطين عشان يشيلوا يعني. الطين. ليه بقى؟ لا بيتحط تحت الزير لان الزير بينقط، الحاجات الفخار بتنقط مايه. خلاص؟ فالمايه اللي بتنزل دي بيبقوا عاملين لها تحتيها طبق. ليها اسم، هقول لك اسمها ايه بالظبط. عشان طبعا النظر يا صلاح بيضيع، فانا مش شايفه قوي. هو ليه اسم تقريبا الكلجه او حاجه كده، بيتعمل تحت الزير. ليه بقى؟ المايه اللي بتقع من الزير دي، النقط دي بتكون مايه، مايه مش وحشه خالص. خلاص؟ المية دي في البيوت زمان كان لازم بنربي فراخ، بنربي بط، بنربي وز، فكل الحاجات اللي متربية في البيت دي بتيجي تشرب مية من اللي واقعة في الطبق بتاع الزير، فكانت هي منظومة كاملة. بالإضافة إن في ناس في الأرياف وفي الصعيد وما زالوا بيعملوا كده، بيجيبوا البطيخ والشمام والفاكهة ويحطوها عند الطبق ده فتسقع، لان هو الطمي ده بينزل ميه ساقعه الحاجه، ما طبعا الميه ساقعه اللي فيه، فبتنزل تنقط الميه ساقعه، فبتشرب الكائنات اللي عايشه في البيت كلها، وكمان تقدر تسقع عندها، ترطب الفاكهه، ترطب الفاكهه علشان يقدروا ياكلوها في حر الصيف. بعد كده عملوا للزير ده، عملوا له غطا من الخيش، بقوا بيلفوه في بعض الاماكن مش في كل الاماكن بغطا من الخيش علشان يحافظ على البروده جواه، وبيتشال بحامل
الحامل ده ممكن يبقى معمول من الحديد، ممكن يبقى معمول من الخشب. خلاص الزير ارتبط بقى عندنا على مر التاريخ عندنا في مصر ارتبط بالسبيل، والسبيل هو المكان اللي الناس بتيجي، حد مسافر، حد رايح، حد جاي بيقعد يرتاح عنده. يعني زي الديسبنسر كده، عشان مش عارفين يعني ايه سبيل طبعا. ديسبنسر. والسبيل ده او المكان اللي الناس بتقعد تريح عنده كمان في حاجه اسمها تعريشه المزاير، اللي هو الزير ده في تعريشه بتتعمل حواليه. يعني ايه تعريشه؟ يعني بتعمل زي قاعده كده، زي مكان حواليه مقفول عشان الضله، فبيعملوه من الخشب، بيعملوه من سعف النخل من فوق، وفي بعض الاماكن بقى في الصعيد في قنا وكده بداوا ان هم يفرشوا بلاط، التعريشه دي يبقى فيها بلاط ويعملوا فيها زخارف معينه وفنون معينه ورسومات معينه في النوبه، في الزخارف بتاعه النوبه، وبتعمل من خشب الدوم في النوبه. وفي قنا وفي الصعيد بيعملوا زخارف بقى من الحاجات بتاعه الجبل، زخارف الجبليه، ويحطوا عليها صفار البيض ويلونوها، يعملوا منها الالوان، وتبقى كلها قشر البيض في التعريشه اللي الناس بتيجي تريح فيها. وكانوا اوقات بقى بعدها عملوا حواليها او جنبها مصطبه، المصطبه دي اللي هي زي الكنبه بس هي مبنيه من الطين، فالناس تقدر تقعد وتريح عليها وتشرب ميه ويبقى في ضله. فيبقى اي حد شخص عابر بقى من قريه لقريه، مسافر من مكان لمكان، يقدر ان هو يقعد ويرتاح فيها. يعني انت كل ده قلتيه عشان اللي عندك، عشان البيج اولا هم مش عارفين يا جماعه يعني ايه زير، بس هم عندهم حق. ما عندهم حق بجد على فكره، ما بهزرش. بس هقول لك حاجه، الحاجات دي مثلا بقى، لا بصي، العيال دي ما يعرفوش مثلا هو بور الجاز، لا ما يعرفوش، ما يعرفوش الحله اللي كنا بنعمل فيها زمان الديك الرومي اللي هي النحاس الكبيره ونعمل فيها الفته. لا ما شافوهاش بقى، ما شافوش. شايفه بتاع اللي امسكي دي وريها كده للناس. تعرفين دي ايه؟ دي كانوا بي 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 بيحطوا جواها جاز ويولعوا لمبه جاز، والظهر بتاعها المفروض الصحي يبقى فيه مرايه عشان الاضاءه بتعكس في المرايه فتنور اكتر، فتنور المكان، وبتتعلق من فوق على الحيطه بالظبط من هنا. على فكره انا حضرت الحاجات دي والله، يعني شفتها بتستخدم، بس انا شفتها برضو لمبه الجاز والحاجات دي كلها. لا بس انا شفتها يعني كديكور. لا انا شفتها بتستخدم في بيتنا، انا شفتها وانا طفل صغير في بعض الاماكن في الريف المصري وفي الصعيد. كانوا بيستخدموا الحاجات دي، وعندهم على فكره كهرباء بس كانوا بيستخدموا الحاجات دي. بس هي جميله. طبعا انا عندي يعني بتوع مامتي عندي لمبه بجاز. بصي اللي فوق المشربيه هنا دولت كلهم نحاس بالمرايه، مش عارفه مطرين لك ولا طيب كملي لنا. طيب احنا عندنا الحاجات الفخار او الصناعات المرتبطه بالفخار كلها زي ما قلت لكم هي موجوده من ايام قدماء المصريين، وفي عندنا حاجات بترجع للعصر الحجري وبترجع تاريخها ل 5000 سنه قبل الميلاد و 6000 سنه قبل الميلاد عادي جدا. وعندنا قرى مشهوره جدا 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 بشغل الفخار. القرى دي طبعا في الفيوم، الفيوم من اشهر الاماكن اللي بتعمل فخار. بتروح طبعاً. الفيوم؟ لا ما روحتش، بس يعني يا خروشي ازاي؟ بس اهلي بيروحوا يتفسحوا هناك كتير وبيجيبوا حاجات. ايوه الفيوم على فكره لذيذه جدا جدا جدا، وبتروحوا تعملوا فيها الحاجات الفخار دي، منتشرين فوق ما تتخيلوا، بتعملوا اشكال حلوه قوي. بالظبط في قريه تونس كل حاجه هناك، وخروجات لذيذه واوتيلات لطيفه، يعني واخده الجو بتاع المكان كله، فيعني هتروحوا هتتبسطوا جدا جدا. من اشهر القرى اللي مشهوره بشغل الفخار في الفيوم هي قريه النازله في الفيوم، وفي عندنا بقى قريه الشيخ علي والتويرات دي في قنا، وثمنود في الدلتا، والقصر في الواحات، والبداره باسيوط، والدير باسنا في الاقصر. دول من اشهر القرى اللي بتشتغل شغل فخار اللي ممكن تلاقوا عندها. على فكره دلوقتي عشان ناس كتير بدات ترجع، يعني مثلا الابحاث الجديده كلها دلوقتي اثبتت ان احسن ميه تشربها هي اللي بتشربها من الفخار. يعني وانا اعرف اصحابي في كومباوندز فظيعه وكل حاجه، وبجد بقوا دلوقتي ماشيين بالقله محطوطه جنبهم وتحتيها الطبق عشان لما تنقط. وتقول لك دلوقتي اخر الدراسات واخر الابحاث اثبتت ان احسن ميه تشربها واكتر ميه صحيه تشربها هي الميه اللي في القله اللي في الفخار. فبداوا يشتغلوا. عندك بقى في المكتب هات لهم اولا، كل واحده اولا اولا، جيب لهم اولا اولا بيج اولا بالكوز، انا عايزه بيج اولا بالكوز عشان اعرفهم.
وفعلا ميتها بتبقى حلوه جدا. انا افتكر جدتي الله يرحمها كانت على طول بيبقى القله دي محطوطه في البلكونه على الطرف السور كده، محطوطه في طبق فخار برضو كان بينزل منه نقط الميه دي، ليها غطا نحاس وليها الغطا بتاعها لازم يبقى موجود عليها. وقت بقى تحط بقى فيها سنه ميه ورد، تحط قرنفل على الوش، فتشرب طعم الميه غير انها ساقعه، فهي ليها طعم حلو ومنعش ومختلف تماما. ودايما لما بيشربوا القله مش بيلمسوا بق القله، يعني من فوق كده كده عشان ما يشربوش مطرح بعض. هايجين ده بجد على فكره. يعني احنا دلوقتي كل حاجه بنعملها احنا بنرجع لهم على فكره، يعني بنرجع للاساس اللي كان موجود زمان. فدلوقتي بداوا يعملوا حاجه ان هم بداوا يجيبوا لك القله والبيج اولا اللي هو الزير والحاجات دي، ويعملوا عليها بقى رسومات ويعملوا عليها الوان وتتباع بارقام. يا رب بقى نرجع للتليفون. بس بقت بترجع بارقام خزعبليه. ايه؟ بتتباع بارقام خزعبليه. طبعا اللي مرسوم عليها. لا مش القله العاديه. انا مش عايز المرسوم عليها دي. لا ما انا بقول لك بقى ده الجديد. ده ديكور. ده لا مش بنطور بقى، فهتجيبوا ديكور هتجيبوا تستخدمه، بس مش تجيب الحاجه بتاعت كده نو. انت عارفه في قله من فوق بتبقى مخرمه وفي قله كلها خرم واحد. شفتيهاش انت؟ لا انا شفت المخرمه بس ما شفتش الخرم الواحد. يعني من فوق اللي هي حاجه واسعه من جوه. لا انا شفت دايما بشوف اللي هي جواها كذا واحده. طب احنا خلصنا الوقت. ده انا كنت جايبه لك ست نوجه قالت لي عن القله. طب قولي والزير. يلا يا خروش. كان في مسلسل اسمه الزير سالم. لا ايه ده؟ ايوه كان في كده. ده زمان قوي. لا زمان قوي بقى وانا بمناسبه الزير مش عارف. طبعا في مثل مشهور جدا اللي هو بيقول النوايا تسند الزير. مش انا كنت لسه بحكي لك على النوايا بتاعت المشمش وبتاع مش عارفه ايه؟ النوايا تسند الزير بقى هنا ده بيتقال على اي حاجه بسيطه، ما تستهونش باي حاجه، اي حاجه صغيره ممكن تنفع حاجه كبيره. يعني بص هي نوى بس هي نفعت الزير، هي نفعت الميه كلها، فاي حاجه صغيره ما تقولش مثلا انا مش هحوش ال 10 جنيه دي، 10 جنيه هجيب بيها ايه؟ ما هي ال 10 جنيه على 10 جنيه على 10 جنيه هتعمل. فالنوايا بتسند الزمن. زمان انا عملت كده. عملت ايه؟ حطيت فلوس على فلوس على فلوس على فلوس، قلت مش هعدهم خالص. بعد كده طلعتهم عدتهم، جبت بيهم عربيه ما شاء الله في سنه 2007. ايه ده انت شاطر قوي. كانت عربيه بي ام دبليو على الزيرو. برافو عليك. قول لي جميله جميله كل شهر تقول لي هحوش، واول ما تستلم الفلوس في ايديها ثلاث ثواني. انا اكتر واحد في مصر بيعرف يحوش. لا انا مش قوي مش شاطره يعني برضه، بس جميله اخيب مني كمان ضايعين خالص. اي حد برج العذراء بيعرف يحوش. اي حد برج العذراء هيبقى او سي دي. فاهمين يعني ايه او سي دي؟ بس لا تفتكرها شتيمه. لا مش شتيمه، يعني اللي هو كل حاجة منظمة قوي بالسنتي بالسنتوفة بالشكل اللي هم شايفينه مظبوط. يعني هم عندهم مشاكل كده في بعض الأشياء، يعني بقيت بعرفهم أول ما ألاقي حد كده أقول عذراء أو أو سي دي، يعني أو عذراء أو أو سي دي. هم عادة ثلاث أرباع الأو سي دي هم عذراء يعني. وإيه كمان؟ وإيه كمان؟ بيعرف يحوشوا؟ ما اعرفش، مش كل الناس. انت بس اللي اعرف ان انت بتعرف تحوش، بس رايك من دماغك مش من راي حد، يعني ما بتسمعش حد خالص انت بس، واللي انت شايفه حتى لو الكوكب بيقول لك غلط هتعمله عادي عشان انت مقتنع بيه، بتكمل عادي مالكش دعوه. ايه تاني؟ دي اكتر حاجات مميزه، يعني هو ان هم او سي دي، بس هم كمان في ارائهم لما اوقات بتقفل معاهم ما بيسمعوش حد، دي موضوع مستفز جدا. انت بتبص مش عاجبك؟ لا انا كده ماشي اوكي. عاجبني الاعتراف بالحق. فضيلة. طبعا فضيلة. انا عايش في كوكب مع نفسي. واللي يحب ينضم الى هذا الكوكب اهلا وسهلا. مش عاجبه. بص انا بعمل كده، بس العذراء اسوأ من الميزان. سوري يعني. بس انتوا اسوأ. احنا من اسوأ الابراج. دي حقيقة. مش عارفة اجيبها لك ازاي. يعني التعامل معانا صعب. قوي التعامل معاهم صعب قوي. وتبقى يعني طول الوقت مخلي بالك لان هم. بس انا عايز اقول لك حاجة. التعامل معانا صعب جدا وسهل جدا. بالغزاله بقى. لا مفيش غزاله خالص. انت لو دخلتي في السيستم بتاعنا اللي هو بمزاجكم. طيب هيبقى الدنيا. وده بيقول ايه؟ ايه؟ ما هو انت عايز تدخل الناس كلها في السيستم بتاعك. خش في السيستم، ما هتطلع بره السيستم بتاعي، روح شوف السيستم بتاعك. عشان كده التعامل صعب. يعني ما عشان انا اللي حواليا دخلوا نفسهم في السيستم بتاعي. ايوه ما هي انت العذراء كمان بيفرض السيستم بتاعه يعني باي شكل من الاشكال، بس هو في الاخر مفيش حاجه هتطبق غير ده. عارف لا صوت يعلو فوق صوت المعركه. لا هتطبق طبعا. ايه اللي انت بتقوله هو اللي هيطبق. ما ده اللي انا بقوله حبيبي.
يعني انت ما عندكش حاجه هتخرج بره اللي انت شايف ان هو هيحصل. انت عارفه ده ليه؟ عشان احنا كل حاجه بنعملها دراسه جدوى، وكل حاجه بنحللها من وجهه نظركم، من وجهه نظرنا بس. طبعا ما هي دي ومش بنشوف مصلحتنا احنا بس، بنشوف مصلحتنا ومصلحه الاخرين، مصلحه ال وبتبدوا في الاخر مصلحتكم. لا 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 خالص، العذراء نيفر، العذراء بيشوف مصلحه الناس كلها اللي معاه. ايوه بس في الاخر لو في كونفليكت هو ما هو من كتر ما هو منظم وعامل دراسه لكل حاجه، فما الناس بتسمع كلامه بيستفيدوا لان هو منظم الدنيا، لكن لما بيطلعوا عن الزون بتاعته هم بياخدوا على دماغهم مع نفسهم لان هم ما دخلوش في السيستم بتاعه اللي هو منظمه. شوف ازاي كميه التواضع وهو بيشرح شخصيته. صح يا ايهاب؟ حاجه يعني ده هو يقدر يتكلم. طب في حد جوه معترض؟ يا ايهاب انا سامع الاهات من جوه اصلا. اه انهي اهات؟ مش عارف دي اهات ولا دي ايه بالظبط. مبسوطين ولا كده؟ انهي واحده؟ قال لك عشان هم شفت هم الاغبياء وما سمعوش السيستم فطلعوا على دماغهم عشان ما سمعوش كده. وبعد كده بيندموا ييجوا زي مش عارف ايه يخشوا في السيستم تاني يقولوا ما كناش واخدين بالنا سوري. بصي انا عايز اقول لك حاجه كمان معلش بس سوري 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 برج العذراء مش عايز اقول انهم بيتنبأوا بس يقول لك ايه بص بلاش تعمل كده عشان هيحصل كذا. لا لا مش هيحصل بس ويروح حاصل كذا. انا عمري ما هنسى ومن يوميها مؤمن بيخاف مني. عمل ايه؟ كان عندنا حلقه كنا بنصور فرح عاملين فرح فكانوا حاطين حاجتين كده قلت لهم يا جماعه هيقعوا. لا 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 قلت لهم اوكي مفيش 10 دقائق وقعوا. بس هقول لك حاجه بقى هي مش تنبؤات يعني طبعا لا مش تنبؤات. لا انا مش بحبط له اشياء يا جماعه بس انا بقول له الحقيقه. هقول لكم ليه؟ لان هو اصلا شخص او سي دي فهو بيشوف الحاجه يعني بجد صح اللي هو ممكن صح يقوم داخل يقول لك ايه اللمبه دي اقل من الثانيه يبقى هتضرب. ما هي هتضرب لان هي فعلا اقل من الثانيه بس ما حدش عادي واخد باله. انا بيحلل مش بتحلل انت بتلقط عينك بتلقط الحاجه اللي بايظه في النص. طب هقول لك حاجه انا اشوف ده نصاب ده كذاب ده منافق بس دي خبره. لا بس انا بس الموضوع ده عامل لي انا قلق. ايوه بس دي حاجه حلوه ليه حلوه لا 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 ده الموضوع ده صعب قوي خلي بالك ما بهزرش انك يعني تشوفي حد فمن اول لحظه اول ما يتكلم تفهمي اللي قدامك ده بيحبك ولا لا بيحترمك ولا لا نصاب حرامي كذاب. لا دي حاجه مرهقه مرهقه لا بجد ليا انا مرهقه لان انا كاشف كله. بس بالعكس ده انت مريح عشان ما تقعدش تهلك مع نفسك بقى ويبقى في اكسبكتيشنز وبعدين بقى تحس ان مين كنت متوقع ان هو كويس فطلع وحش فتتصدم لا ما انا عشان بشوف من اول مره الناس ايوه فبخلي خلاص ما هو ده حلو ما هو خلاص حلوين ما فيهمش الحاجات دي خلاص هيخشوا في الزون عندي. لا من اول بايره وممكن ادخل بعض الناس عشان هم بس ليا مصلحه معاهم بس بعد ما المصلحه هتروح امشي. انا بعترف مصلحه جيل في حاجات طبعا مصلحة. ايوه في بعض الاشياء انا بشوف مصلحتي طبعا والله كان نفسي ابقى في الحته دي بقى وبالذات في الشغل. ما لا انا في الشغل بعمل شغلي بس ماليش علاقه بقى يعني ما بعرفش اعمل الحاجات لا الشغل يعني بيزنس يعني مصلحتي بس. لا انا الشغل يعني شغل مش مصلحة. لا ومصلحتي بدون ما اظلم حد اواجه لحد او اضايق حد او اخد مكان حد بس هشوف مصلحتي. فاهم قصدي؟ يدرس له استاذ شريف. ماشي يلا اختمي بقى ده حلو قوي اخر حاجه. طب ماشي اقول لك اتنين ولا تلاته عشان اتنين بس مين. ماشي لما طلب الغني شقفه الفقير كسر زيرو ده عشان طيب قوي الفقير يعني وكريم بس ده عبيط لانه خلي شفت بقى برضو تاني هم طبعا قال لك عبيط ليه بقى ما سمعش كلام شريف اللي خليك تكسر الزير بتاعك عشان هو المصدر الاساسي بتاعك عشان تدي حد غني هو كان معاه وما ادالكش وقت ما كان معاه. عبيط شكرا شكرا. جماعه ده مثل بيتقال عن الناس الفقراء او مش الفقراء اللي ممكن يبقى امكانياته مش كبيره قوي او مش عظيمه بس بمجرد ما حد يطلب منه حاجه حتى لو الحد ده عنده اكتر منه بكتير هو كرم غير طبيعي ولانه الامثال دي مرتبطه
لا ما هو دي واحده، ما هو ما يكسر زيرو عشان واحد تاني. هم هو مش حرفيا يا جماعه، ما انا عارف انه مش حرفيا، يعني انا عايز بس هو اشرح هو لكم كده ان ده شريف لما بيبوظ المثل، ما هو جه على ولكن نفسه. المثل ما كانش فيه حد كسر زيرو يا جماعه بمنتهى البساطه. هو بيقول لك ان ده كرم، اللي هو يعني اهو ادي وادي اكل اللي في البيت اهو للشخص. ونكسر زيرو عشان حد تاني ليه؟ يلا خش يعني عليها. ماشي، انا على فكره انا تعبت معاك، مش عارفه اعمل معاك ايه. خلاص تقيل، مش معقوله انا تعبت. السبت في عيش والميه في الزير، ما تعرف ان كان ده غفير ولا وزير. مش فاهم. مش فاهم، الحمد لله. بص بقى، يعني هو هنا بيقول لك انه ما دام في السبت في عيش والزير في ميه، حلوة، ما تعرفش بقى اذا كان ده غفير وزير، ده كده راجل مستور ومبسوط، صح، والحمد لله في اكل وفي ميه، الحمد لله يا رب. رضا، بس الرضا. فهو بيقول لك بقى طول ما السبت ده في عيش والزير في ميه. طيب انا هسالك بقى، هختم معاكي بحاجه. في فيلم كلنا بنحبه قوي، كان فيه حاجه ليها علاقه بتجاره المخدرات، وبيقول العار؟ لا، والمكان عين الزير، يقول لك عين الزير. ده ابن حميده. ايوه لا اسمه بطن الزير، فقال له بطن الزير فيه ايه يا ابن حميد؟ وفي ميه، في ميه. شكرا نسمة، انت جميله. وبهذه المناسبه، عشان انت عماله تكسري قللك والزير اللي عندك عشان الناس وعشان الحبايب، فانا هسمعك يا طيب القلب. شكرا لك. نسمع يا طيب القلب، وبعد كده نرجع لكم عد ازياء مع استاذه نهله الالفي. خليكم على الاصل. واحده مزيكا. طيب القلب وين حرام تجر ضنينا، مشتاق لك يا حياك، عسى يردك حنينا يا شوق عيني لاين. يا طيب القلب وين حرام تجر ضنينا، مشتاق لك يا حياك، عسى يرد حنينك يا شوق عين لاين. اتخيلك بالمرا في مجلسي والهدايا، يا شنزي كالزوايا، من غير طلع جبينك يا شوق عيني لاينك. اتخيلك بالمرايا في مجلسي والهدايا، يا شنزي كالزوايا، من غير طلع جبينك يا شوق عيني لاينك. طيب القلب وين حرام تجر ضني، اشتاق لك يا حياتي، عسى يردك حنينك يا شوق عيني لاينك، يا شوق عيني لاينك، يا شوق عيني.